مساء الخير وأهلا وسهلا بكم بالحلقة الثانية من برنامج المشوار. قبل أن نبدأ في هذه الحلقة أود أن أشكر كل الذين تداخلوا وقدموا أسئلة وملاحظات واستفسارات. أشكركم كثيرا على هذا التعاون وعلى هذا، لأنه هذا البرنامج هو برنامج أساسا لكم ومنكم، فأشكركم من جديد. والآن قبل أن ندخل في هذه الحلقة أود أن أترككم مع تقرير أعدته فريق العمل مكثف حول موضوعة هذه الحلقة. عندما ينقلب الزواج والطلاق إلى سلعة للاستفادة المادية، كيف ستكون النتائج؟ ما الذي يحدث عندما يكون الزواج عقد غايته الأصلية الحصول على الإقامة والمزيد من المساعدات الاجتماعية؟ كيف ستنتهي العلاقة الزوجية المبنية على أساس المصلحة المادية؟ هذه الظواهر التي تقلق مؤسسات الدولة والمجتمع سيتناولها من ناحية اجتماعية واقتصادية استشار الطب والتحليل النفسي في ستوكهولم الدكتور رياض البلداوي في حلقتنا لهذا اليوم من المشوار. يمكن لكم كتابة تعليقاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم على البث المباشر. أهلا بكم مجددا. المرة الماضية تحدثنا احنا عن الأسباب الطلاق اللي لها علاقة بالإشكاليات الثقافية الاجتماعية. اليوم راح أتطرق إلى القضايا ممكن تكون مؤلمة بالنسبة لنا جميعا، وهي عندما يتحول الزواج والطلاق إلى سلعة للتبادل المادي. لماذا هي مؤلمة؟ لأنه ليس من السهولة جدا أنه علاقة زوجية أو علاقة عقد اجتماعي تتحول في الغربة إلى سلعة للتبادل، وممكن أن تؤثر تأثيرا سلبيا على الاثنين اللي هم مرتبطين بهاي العلاقة أو حتى على العائلة اللي تكون معهم. العامل الاقتصادي عامل مهم في كل الظروف، العامل الاقتصادي مهم. أنا ليس من موقعي هذا لا أستطيع أن أدخل وأقول لماذا يقوم إنسان ما بعمل بهذا العمل أو ذاك، ليست هذه مهمتي. المهمة في هذا الموضوع هو التأكيد على أنه مثل هذه الظواهر تؤثر تأثيرا سلبيا أيضا على مجموع المغتربين المتواجدين على في بلدان المهجر. يعني عندما عائلة معينة أو عندما شخص معين يستخدم العقد الاجتماعي الزواج أو الطلاق لأشياء وانتفاع مادي وتظهر بعدين هذه ممكن تضخم في وسائل الإعلام وممكن تؤثر تأثيرا سلبيا ليس فقط على هؤلاء الاثنين اللي قاموا بهذا العمل، وإنما ممكن أن ينتقل على كل الجالية، وهذا واجبنا إحنا أن نبدأ نحدده. أول أنواع هذه الزيجات والطلاق أريد أتناول فيه التي أنا سميتها في الحقيقة الطلاق أو الزواج الوهمي أو الطلاق الوهمي أو المصطنع. وقبل أن أدخل في هذا وأشرح فيه، بودي أن أطرح حالة إنسانية مرت بي كطبيب مرت بينا. فتاة عمرها 8 سنوات، هذه الفتاة في المدرسة بدأت تسوء حالتها، وبدأت أيضا حالتها الدراسية تسوء. المدرسين بدأوا يستفسرون من عندها، وهي كانت قلقة جدا لا تريد أن تتكلم مع أحد من المدرسين، لكنه بدأت تظهر عليها علامات التخلف في عملها وفي دراستها. هذه الفتاة حولت إن من قبل الضمان الاجتماعي في المنطقة التي هي عايشة بها بعد ما المدرسة اتصلت بهم. عندما جاءت إن هذه الفتاة كانت جدا خائفة، حاولنا احنا بكل جهدنا أن نتعامل معها باللطف وبشكل علمي حتى نستطيع أن نهدئ من روعها. وصلنا حتى أسرع بهذه الحالة، وصلنا إلى جوهر الإشكالية مالتها التي أثرت على وضعها النفسي ومن ثم على دراستها. وكان الجوهر هو
أن أبوها وأمها بالنسبة إلى السلطات في الضمان الاجتماعي وإلى السلطات الرسمية كانوا مطلقين. الأب والأم اختاروا أن يطلقوا بعضهم البعض من الناحية المدنية وأعلنوها. هم عندهم أطفال اثنين، ولد أكبر من هاي البنية بثلاث سنوات وهذه الفتاة. هم بقوا في حالة علاقة مستمرة كزوج وزوجة، ولكن أرادوا هذا الطلاق الوهمي من أجل الحصول على مكاسب مادية. من ضمن هذه المكاسب أنه قدمت المرأة على للحصول على شقة بناء على أنه عندها طفلة صغيرة ويجب أن تحصل على شقة، لأنه الشقة الأولى كانت باسم زوجها الذي كان سابقا ساكن فيها قبل ما هي تجي إلى السويد. هذه الحالة الضمان الاجتماعي أعطى هذه الامرأة وبنتها وابنها، أعطاهم شقة جديدة. هذه الشقة الجديدة أصبحت هي ملاذا للعائلة وعاشت بها العائلة، حتى الأب أجر شقته القديمة واستفاد ماديا وانتقل وعاش مع هذه مع العائلة كالعادة. لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة أنه طلبوا من الأولاد أن يقوموا بأدوار مختلفة عندما تتصل السلطات، سلطات الضمان الاجتماعي أو إذا اتصل المدرسة أو إذا اتصلت مركز العمل، فكل منهم يجب أن يجيب بشكل ما. أهم شغلة كانوا يدرسون هؤلاء الأطفال أنه إذا اتصلت الضمان الاجتماعي لا تقولوا بأن أبويا عايش معانا. في الوقت هذا يجب أنه أبونا ما موجود، في هذا الوقت ممكن الأب يكون موجود. هذه الطفلة وصلت إلى حالة من الرعب، أصبح كل تليفون يقرأ عندها بالبيت أصبح هذا صار لها مرعب، وهذا اللي أثر تأثيرا سلبيا على وضعها الدراسي وعلى وضعها النفسي. هذا التذبذب وهذه الشرذمة، أنا بس أرد أسأل، هل هي تسوى بالنسبة لهؤلاء الناس؟ أنتوا تعرفون أنه مثل هذا الطلاق الوهمي أو هذا اللي يسمى بالطلاق المصطنع، هذا ممكن به مكاسب مادية معينة لفترة معينة، بس أصبح ظاهرة. أنا أصبحت أتألم لما أرى مثل هذه الظاهرة المنتشرة حتى بين عوائل في الحقيقة هم غير محتاجين ماديا، لكنه بدأوا يستسهلون عملية هذا الغش المصطنع الذي يقومون به. أنا لست هنا حاكما ولا أريد أضع نفسي حاكما، أنا هنا أطرح المشكلة، وأتمنى اليوم في تواصلكم أن نتواصل في هذه الموضوع. تتأثر الطفل الابن والبن كثيرا، لأنهم ما كانوا يعرفون شون يجاوبون، لمن يجاوبون، إذا أبونا موجود أو أبونا ما موجود، إذا يخابرون الضمان الاجتماعي أبونا ما موجود، إذا تخابر المدرسة أبونا. إذا أصبح هذا التذبذب كبيرا جدا عند هؤلاء الأطفال أثر تأثيرا كبيرا. ثم هنالك أشياء أخرى من ضمنها المصداقية أمام الآخرين. كانت تبرر إلي العائلة عندما جاءني أبوها وأبو البنت وأمها جاءوا عندنا للتقييم، برر لي بأنه أنا لازلت متزوج من زوجتي، أنا ماذا أقوم بعمل عيب، لأن من الناحية الشرعية أنا لازلت متزوجا، أنا طلقتها فقط على الطريقة السويدية ومني يسوي. ممكن أنت عملت هذا العملية ومن الناحية الدينية أنت صحيح، أنا لا أتدخل في هذا الموضوع، هذه القضية أنت بينك وبين ربك، لكنه الإشكالية هو كيف سيكون موقفك أمام الآخرين، كيف سيكون موقفنا إحنا كجالية عندما ترى، كيف سيكون أولادك موقفهم عندما تكون أنت في المدرسة العائلة مطلقة والأب والأم منفصلين ولكنه أنت عايشين مع بعضكم. أنتوا تعرفون كل زين أنه هذا سبب في بالنهاية إلى زيارات مفاجئة إلى العوائل، زيارات من قبل الضمان الاجتماعي للسؤال عن الأطفال، زيارات أيضا من قبل الإسكات أو دائرة الضرائب، لأنه عرفوا بأنه هذه طريقة للانتفاع المادي غير الشرعي اللي يأثر تأثيرا سلبيا.
أنا لا أريد أدخل في قضية المادية في هذا الموضوع، لأن هذه القضية المادية تتعلق بك أنت ودائرة الضرائب في النهاية، لكنه من الناحية الأخلاقية، الناحية العلاقات الاجتماعية، ناحية المصداقية، أتصور فيها نوع كثير من الإذلال، وخاصة عندما تنتقل في سلبيتها على الزوج وعلى الأطفال في مثل هكذا زواج. هذا الطلاق الوهمي والمصطنع طلاق بدأ ينتشر وبدأ يؤسس له، وللأسف أنا وجدت أن هنالك ليس هنالك نوع من الردع لا بين المؤسسات الدينية الموجودة عندنا ولا بين مؤسسات الجمعيات والمناقشة مثل هذه الحالة، لأنه يعتبروها حالة فردية، لكنني أنا أراها أنه حالة اجتماعية كبيرة، لأنها تنتقل بسلبيتها على كل الجالية. هناك ظاهرة أخرى إلى علاقة بالموقع في القضايا الاقتصادية أريد أتناولها اليوم أيضا، ألا وهي عندما ينتقل الزواج إلى أن يكون سلعة تباع وتشترى فيها الإقامة. كما تعرفون أن الحصول على الإقامة في بلدان مثل دول الإسكندنافية ليست بالسهولة، وتحتاج إلى جهد كبير جدا، وخاصة في الظروف التي لا تجري فيها عملية قبول لمهاجرين من بلدان الشرق الأوسط بسبب استقرار الظروف المعينة في بلدان الشرق الأوسط. كل بلد من بلدان أوروبا القابلة للاجئين تغير نظام القبول واللجوء بناء على الظروف الدولية التي تحيط ببلد معين. في هذه الحالة تكثر حالات ما يسمى احنا او ما نسميه او نصلح اصطلح عليه زواج المصلحة المادية. ما يعني هذا؟ يعني انه هنالك رجل او امرأة يبيعون اقامتهم في السويد، كونهم مقيمين في السويد، يبيعوها بأسعار أصبحت جدا عالية. هنالك من يبيعها ب$10,000، وهناك من يبيعها ب$15,000، أنه يكتب نفسه على أنه متزوج من هذه الإنسانة أو هي متزوجة من إنسان آخر. بالإضافة للتكاليف المادية، المشكلة ليست هنا، المشكلة هي في أنه العملية طويلة الأمد، لأنه يجب أنه أولا تمر هذه العائلة بالكثير من الاختبارات حتى تقبل تقديمهم لطلب التبعية إلى الزوج أو الزوجة والقدوم إلى هذا البلد. هذه الاختبارات اختبارات قاسية، فيها الكثير من القضايا الدقيقة التي تعني بالإنسان وحياته الشخصية اليومية الفردية، حتى يثبتوا هل هؤلاء الزوج أو هذا الإنسان والإنسانة عايشين مع بعضهم أو لا. أشياء جدا خاصة يسألون عنها، والإنسان يجب أن يدخل ضمن الكثير من معمعة مثل هيك اختبارات. المشكلة ليست فقط بهذه العملية، وإنما ما يتبع هذه الحالة. ليش؟ لأنه الحصول على إقامة دائمية ليست هي رأسا، وإنما يجب على الأقل أن يكون هذا الزواج مقرر ومقبول، وبعد وصول الزوج أو الزوجة هذه إلى البلد الجديد بعد هذا الزواج المصطنع يجب أن يعيشوا مع بعضهم على الأقل سنتين. بعد سنتين تدرس حالتهم، ويمكن أن يمر باختبارات جديدة حتى ينظر في موضوع الإقامة لهذا أو ذاك. ماذا يجري هنا أخواني؟ وأنا الحقيقة كطبيب وكباحث في هذا الموضوع درست الكثير من هذه الظواهر، وعندي حتى في كتابي الأخير كنت واضع قسم من هذه الظواهر ووضعها على شكل حالات. أنا وجدت أنه هذه السنتين التي يجب أن يعيشها هذا الرجل أو المرأة التي تأتي لأجل الحصول على الإقامة بزواج وهمي، يعيش بما يقال أو ما يمكن أن يقال كعبيد لهذا الشخص الذي لديه الإقامة. هنالك الكثيرين مما يقومون بهذا العمل بشكل إنساني، يريدون يقدمون لمثلا ابن العم، بنت الخالة، يريد ينقذ أحد من عائلته. هذه قضية إنسانية أقدر أحترمها، هذه قضية تعود للإنسان وخاصيته، وأغلب ذول القضايا الإنسانية ما بها قضية مادية وما العلاقة غير مادية،
لكن أنا أقصد لما ينتقل هذا ويصير القضية مادية. هذه السنتين أنا اشتغلت مع الكثير رجال ونساء جاءوا لهنا وجدوا أنفسهم هم تحت طائلة العبودية الجديدة بسبب أنهم هم لا يستطيعون أن يدافعوا عن حقوقهم، لأنه الشخص المالك للإقامة لديه زمام الأمور. هذه قضية ليست سهلة. أنا اشتغلت مع بنات جايين إلى هنا اللي تزوجهم كان أكبر من عندهم سنا. هذول البنات مو جايين لأجل أن يكونوا زوج وزوجة، يعني هم هذول جايين بس بشكل صوري يتزوجون من أجل الإقامة، لكنهم عاشوا بالرعب خلال هاي السنتين، لأنه في كل يوم كانوا يهددون بأن تسحب من عندهم هذه الإقامة أو تسحب من عندهم هذه الإقامة المؤقتة من قبل الشخص الذي كان مقيما في هذا البلد. هذا الرعب الدائم يسبب إلى نوع من القلق الدائم الذي يؤثر تأثيرا سلبيا على هذا الإنسان. هنالك الكثيرين ممن لم يستطيعوا أن حتى يتجاوبوا حتى أن يستمروا في هذه أن يتحملوا هذه السنتين. أنا كانت معي حالات وصلت بهم إلى أنه إحنا أدخلناهم في المستشفيات الأمراض النفسية، لأنه لم يستطيعوا أن يتفاعلوا أو يتجاوبوا مع هذا الاسترس الكبير الذي يمر بهم، وخاصة تحت هذا الضغط المستمر الذين هم يمرون به. هذه عملية ليست إنسانية، وإنما هذه عملية متعبة ومرهقة، وممكن أن تؤدي إلى أن يكون الشخص اللي بهذا الوضع يكون يشعر نفسه بالإذلال ويكون مستغل كثيرا. الحقيقة ليست فقط عندما يكون بهذا، وإنما المسألة فيما بعد أصبحت أخطر، وهي عندما يقرر الشخص الذي هو متزوج بشكل وهمي تزوج من أجل الإقامة، عندما يحصل الواحد على الإقامة بدأ تهديد جديد. لنفرض هذا الشخص استلم مبلغا معينا من المال من أجل أن يعطي الإقامة. المشكلة عندما تحصل الإقامة ويحصل الشخص الآخر على الإقامة يبدأ تهديد جديد، يبدأ ابتزاز جديد. احنا الآن دا نشتغل مع حالات بها ابتزاز للمرأة أو الرجل هذا، لأن يبدأ التهديد أنه احنا نروح نخبر السلطات سلطات اللجوء بأنه هذه الإقامة إقامة غير صحيحة ومبنية على أمور غير صحيحة، وعلى هالأساس تسحب الإقامة من عندهم. والحقيقة صارت هاي الأمور، وهذول الناس اضطروا أن يدفعوا أضعاف مما دفعوهم سابقا وهم عايشين هنا. اضطروا بعض البنات، أنا اللي اشتغلت مع حالتين، اضطروا أن حتى يبيعوا أنفسهم بزواجهم مع هذا الشخص، لمنحهم نفسهم لهذا الشخص لأجل أن يستروا على أنفسهم وحتى يبقون في هذا البلد ولا يعاملون هذه المعاملة أو أن يخرجوهم من هذا البلد. العملية صارت تجارة، العملية صارت تجارة، وتجارة أقدر أسمح لنفسي أقول بها نوع من الخسة، لأنه هيك نوعية من الناس ممكن أن يكونوا خسيسين في كل شيء، وخاصة عندما تكون حاجة الإنسان الآخر متعلقة بهم كثيرا. مثلا احنا هاي الحالة اللي أنا اشتغلنا معها بالفترة الأخيرة كانت حالة وصلت إلى حد أنه هذه الفتاة حاولت الانتحار، لأنها ليست لديها إمكانية لدفع أكثر، اضطرت أن حتى تقبل بأن تكون زوجة لهذا رغم أنه هو يكبرها عمرا وهي لا تريده أبدا، لكن اضطرت حتى تستر على نفسها. لكن مع ذلك عوملت معاملة العبيد داخل هذه العلاقة، اضطرتها بالنهاية إلى حتى تستطيع أن تتخلص من هذا الموضوع، اضطرت إلى أن إلى محاولة انتحار. يعني الحمد لله استطاعت يعني المساعدات الطبية السريعة إلها أن تنقذها من حالة انتحار كانت خطرة جدا على حالها.
هذه حالة، هذه أيضا حالة من الحالات الإنسانية المرعبة التي أتمنى أن نناقشها مع بعضنا. يعني اليوم هذه الحلقة ممكن أنا دا أخلي إصبعي على جروح معينة داخل أبناء الجالية الناطقة باللغة العربية، لكن مهم إن نطرحها اليوم في هذه الحلقات. هناك حالة أخرى أنا أقدر أسميها هي الحالة الاقتصادية النفسية أكثر شيء. هناك بروز حالة جديدة من استغلال وجود إنسان معين في بلد مثل السويد للزواج ببنات من بلادنا العربية، يروحون يجيبوهم. أنا أستغرب حقيقة مثل هيك حالات، لأنه أنا دا تمر علي حالات مثلا رجال الآن يتزوجون ويجلبون بنات إلى بسبب الظروف القاسية الموجودة في عالمنا العربي في البلد الأصلي، بسبب الحاجة، حاجة الفتاة وحاجة أهلها لخروج هاي الفتاة من هاي الظروف القاسية، أدت إلى أنه يمنحون هذا الرجل هذه الفتاة رغم أنه هو متزوج هنا في السويد وممكن يكون عنده بنات، وهاي البنات هم حتى يكونون هم أكبر من هاي الفتاة اللي يجلبها. من الناحية الإنسانية أنا أقدر أفهم هنالك ناس، ممكن إنسان طلق أو إنسان زوجته توفت أو صار هنالك انفصال بيناتهم، فمن حق الزوج أو الزوجة أو الإنسان هذا أن يروح يبحث عن شريكة حياة، لكنه أن يستغل وجوده في داخل في ظرف من ظروف السويد، يستغل وجوده هنا لحتى أن يروح يحصل على فتيات بسبب ظروفهم الاقتصادية، بسبب ظروفهم الاجتماعية القاسية جدا، حتى يكونون هم عنده هنا كعبيدة تفاخر بهم، أنه أنا عندي زوجتي، أنا عمري 60-70 سنة وعندي زوجة عمرها 30 سنة أو عمرها 25 سنة. هذا سؤال يجب أن نبدأ نطرحه. أنت ماذا تريد من هذه الزيجة؟ كيف ستتصورها بعد 10 سنوات وأنت عمرك 70 سنة 80 سنة وهي عمرها يدوب 35 سنة؟ كيف ستكون هذه النظرة؟ أنا صراحة أطرح هاي الموضوع ليس للنقد، وإنما أطرحها لأنه موضوع تحتاج إلى المناقشة بيناتنا جميعا، أن نكون مع بعضنا للحصول عليها. أنا أقدر أفهم بأنه إحنا عندنا هنالك مثلا تباين في هنالك الزواج الذي برز الآن كزواج للتفاخر، أنه نتفاخر في أن نكون نحن جزءا من أنه أنا أتقبل نسائيا، لدي كثير من العلاقات، وبدأ هذه العملية صارت عملية نوع من التفاخر، أنه أنا أجيب فتاة، أنا لازلت أستطيع أن أتزوج من فتاة أصغر من حتى بناتي. لكن كيف ستكون معاملة هذه الإنسانة لك وهذا الفارق الكبير بالعمر؟ إذا كانت هذه الإمرأة قبلت بك باختيارها، هذه قضيتها وهذه قضية بيناتكم أنتم تقومون بها، وهنالك زيجات ناجحة بالتأكيد من الموضوع، لكنه أنا اللي أخاف عليها واللي دا أكد اليوم هي الزيجات التي جاءت بالإجبار. كل شيء بالإجبار هو غير ناجح، وكل شيء بالإجبار هو حتى ضد كل الشرائع، لأنه الزواج في النهاية يجب أن يكون هنالك قبول داخلي، قبول ذاتي، وهذا القبول الذاتي يجب أن يكون بدون هذه الضغوط الاجتماعية أو الاقتصادية. أخيرا أريد أترككم مع موضوع أخرى، هي أن هنالك الآن أصبحت حالة جديدة أنا أسميها زواج الحاجة. زواج الحاجة مهم جدا أن نفهمه، أن هنالك الكثير من نسائنا ورجالنا بسبب ظروف معينة فقدوا مثلا شريك عمرهم، بسبب مرض، بسبب وفاة، بسبب انفصال، بسبب ظروف كثيرة جدا. وطبعا ليست من السهولة جدا، وأقدر أقدرها أنا من الناحية النفسية، ليست من السهولة أن تعيش في بلد مثل أوروبا بدون أن يكون لك شريك حياة.
خاصة لما واحد يتجاوز عمر العمر الوسطي، فيكون من الصعوبة جدا أن يبقى يواجه الحياة، فبالتأكيد رح يبحث عن شريكة حياة. زواج الحاجة مهم جدا، لكن المشكلة بدأ يستغل أيضا هذا زواج الحاجة. أنا أعرف هنالك بنات عندنا عربيات، وعندنا شباب عرب يريدون أن يتزوجون فقط من فتاة عربية أو فتاة عربي من بلدانهم، بسبب الثقافة، بسبب ظروف كثيرة معينة أخرى ممكن تضاف لها. اللي يصير هنا أنه للأسف أيضا هنالك أناس يخططون لمثل هذا الزواج من البلدان الأصلية لأجل أن مثلا يصلوا إلى هذا البلد. احنا صارت عندنا حالة قريبة جدا أنا تفاجأت بها. هنالك رجل جاء إلى السويد، شاب بدأ يعمل، أصبح عمره حوالي 33 سنة، يريد أن يرتبط، وهذا الارتباط يريده يكون مع فتاة عربية. حاول جهدا هنا أن يجد فتاة عربية حتى يرتبط معها، لم يجد هذا. فبذهابه إلى بلده الأصلي في الشرق الأوسط استطاع عن طريق الأصدقاء والأهل أن يتعرف على فتاة، وهذه الفتاة أبدت له كل ما أراد أن يكون له، أن وعرض عليها الزواج وتزوج هونيك. رجع إلى هنا وبدأ العمل الجاهد من أجل أن يأتي بها إلى هنا. هو لم يدرس الحالة لأنه كان مضطرا، كان هناك لفترة قليلة ورجع إلى السويد. بدأ هو يعمل جاهدا ماديا ومعنويا لمساعدتها ومساعدة أهلها والصرف عليهم، وبعدين حصلت على الإقامة وأجدت إلى هنا. بعد وصولها إلى هنا بخلال أسبوع قدمت طلب هي إلى سلطات الضمان الاجتماعي بأنه هي معرضة إلى التهديد وإلى الضرب، وأخرجوها من هذا البيت وحولوها إلى بيت الرعاية الخاصة للمضطهدات، النساء المضطهدات، ووضعوها هنالك ووضعوا عليها إشراف ومنعوا هذا الرجل حتى من أن يتواصل معها، بل وقدموا عليه شكوى للمحاكم، ولا زالت هذه الشكوى سائرة لحد الآن، وهنالك الكثير من الإشكاليات حول هذا الموضوع. لما درسنا هذه الحالة والحالة حولت إن للتقييم، وجدنا بأنه لم يحصل من هذا الرجل أي شيء غير ما هو طيب، لأن هو بالحقيقة كان يريد أن يبني بيت، لكنه في الحقيقة هي لم تكن تريد هذا، لأنه الغاية مالتها كانت هي أن تأتي بابن عمها اللي موجود في بلدها الأصلي الذي كان متواعد معها على الزواج، ولكنهم لم يستطيعوا الزواج هناك لأسباب اقتصادية جدا حادة. فقررت أن تتزوج مع هذا الشخص حتى تنتقل إلى هنا تحصل على الإقامة، وأول ما حصلت على الإقامة أول شيء قامت به هي هاي العملية التي أدت بالنهاية إلى الكثير من الظرف النفسي القاسي جدا الذي أدى بالنهاية إلى أنه هذا الرجل بدأ يعني يكون للعلاج النفسي عندنا. مثل هاي الحالات يا أخوان أتمنى أن نكون إحنا جدا حريصين على مناقشتها وبشكل صريح، ليس لأجل أن إحنا نضع ونقول أنه هذا غلط وهذا صح، لا، لأجل أن نناقشها، لأنه هذه الحالات أيها الأخوان تؤثر تأثيرا سلبيا علينا إحنا كجالية، تؤثر علينا سلبيا كأفراد تابعة للجالية العربية كاملة. أتمنى أن أكون قد وفقت بأن أعطي بعض الصور عن حالات مثل هذه الحالات، وأترككم الآن مع فاصل صغير ونعود، انتظروا. أهلا بكم. الآن حسب ما فهمت من الأخوة في الكنترول بأن هنالك الكثير من المشاركة في هذا الموضوع، فخلي ندخل على المشاركات من عندكم.
الأخت سميرة علي تقول إذا كانت كل الأبواب انسدت بوجه من يريد الحصول على الإقامة، ما الغلط في أن يجري الاتفاق على زواج مصلحة؟ ليس هنالك غلط إذا كان الاثنين متفقين على هذا الموضوع وبدون استغلال الآخر. أنا اللي تحدثت عنه، أنا لم أضع وأقول بأنه هذا ما هذه مصالح المصلحة بيناتهم، إذا كانوا هم متفقين عليها وإذا هم الاثنين استطاعوا أن يبقوا على هذا الاتفاق مالتهم بدون استغلال الواحد للآخر، أنا هذه القضية أتركها لهم، مو من حقي أنا أتدخل في هذا الموضوع، وأتركها أيضا إلى سلطات دائرة الهجرة أن تقوم بها، لأنه أنا لست موظف دائرة هجرة حتى أحدد هذا الموضوع. لكنه أنا اللي دا أتألم من عنده هو لما تكون التبعية بثي حالة يكون بها نوع من الاستغلال للرجل أو للإمرأة. يعقوب يسأل: دكتور رياض، هذا موضوع جدا مهم، شكرا لك على اختيار الموضوع والتوعية بهذا المجال. شكرا لك أخي يعقوب. محمد عقلة يقول: أستاذ محمد، أحيانا بعض القوانين في السويد غير منطقية أبدا وتجبر البعض للالتفاف على القوانين أو على القانون، ما تعليقك؟ الحقيقة أستاذ محمد أريد من عندك أكثر توضيحا، ماذا تعني بأي قوانين تعني أنت؟ لأن أنت تعرف في كل بلد هناك قوانين وضعية تقرها سياسة البلد وتقرها برلمانات البلدان، ويجب علينا كمهاجرين إلى هذا البلد أن نتبع القوانين السائدة هنا ونحاول أن نغيرها إذا استطعنا أن نغيرها بالطريقة الديمقراطية عن طريق البرلمان وغيرها. طبعا ماكو قوانين بس القوانين الإلهية قوانين دائمية، القانون الإلهي هو القانون الدائم، أما القوانين الوضعية قوانين متغيرة، لكن إحنا يجب أن نتبع القوانين الموجودة. هذا الأخت سهاد الصوفي تقول: الاحتيال على القوانين في السويد من أجل الحصول على المال ينعكس سلبيا على الأجانب حتى لو كانوا حاصلين على الجنسية. هذا صحيح ست سهاد، وهذا اللي أنا حاولت في هذه الحلقة رغم ألمي في أن أنقل مثل هذه القضايا والجوانب السلبية، لكن حاولت أن أفتح هذه الجروح لأنها تأثيرها فيما بعد رح ينتقل علينا كليتنا، لأنه إحنا رح نكون الضحية كليتنا الموجودين هنا في داخل البلد. يعني أريد أنطي مثال صغير بس للأخت سهاد. الآن المناقشات الطويلة اللي جرت في الأربعة أيام الماضية في السويد حول موضوع الاعتداء الفظ الذي كان على شاب من الشباب السويديين من أصل سويدي من قبل اثنين من أصول أجنبية، اليوم أصبحت المناقشة ليست لأنه هذولا اثنين شباب متهورين قاموا بهذا العمل الجبان ضد هذا الشاب، وإنما أصبحوا كل الأجانب، كل شباب الأجانب أصبحت مشكلتهم هي هذه. فإذا العملية تنتقل، ولذلك علينا أن نكون حذرين، وهذه هي مهمتنا من ضمن هذا البرنامج أن ننقل مثل هذه المواقع حتى نتناقش بها. الأخت نبيلة الشهابي: زواج المصلحة أو الطلاق من أجل المال هو حرام حتى بالدين. والله يعني ما أعرف، يعني لأن هو يبقى زواج وهنالك نوع من يقولون إنه هم شرعياً إنه هم متزوجين وكذا، يعني إنه مع مطبقين على أساس الشريعة. أنا بالحقيقة أرى كل شيء فيه كذب هو غير شرعي، لأنه لا أرى في أي دين يقبل بالكذب. أنا هذا رأيي الشخصي وإن كنت غير متفقهاً بالقضايا الدينية. الأخت ميادة تقول: أنا دا أستعجل لأنه الأخوان بالكنترول يقولون أن المشاركة كلش كبيرة ويريدون بسرعة أن أجاوب. الأخت ميادة تقول: هذه المشكلة هي مشكلة السوسال، وهو من يجب عليه حل الموضوع. أتصور هي هاي تقصده. ممكن أخت ميادة، لكن السوسال شو يقدر يسوي؟ السوسال مهمته، السوسال نقصد بالناس اللي غير موجودين بالسويد، الضمان الاجتماعي. دوائر الضمان الاجتماعي مهمتها هي ليست بوليسية وليست مراقبة، هم ليست دائرة الضرائب، وإنما هم جايين لمساعدة الناس. تجي امرأة تقول إنه أنا مطلقة وما أقدر أعيش مع زوجي وعندي أطفال، يمنحوها شقة، هي ليست بس هم الآن
للأسف أريد أقول هاي التكرار هيك حالات للطلاق الوهمي مثلا أدت إلى الآن بدأ تصير عدم تصديق حتى للحالات اللي المرأة محتاجة بالفعل إلى أن تخرج إلى بيت، محتاجة بالفعل أن يقدم لها مساعدة، أصبحوا لا يقدمون لها المساعدة لأنه بدأ ينجر هذه القضية السلبية على غالبية المجتمع المهاجر، وهذه مشكلة كبيرة لأنه ممكن أنه إنسان يستفاد ماديا لكن يؤثر على 10 ممكن يحتاجون بالفعل إلى مساعدة ولا يحصلون عليها. بعدين أنا قلت قبل فترة قبل قليل أيضا أنه بدأت تظهر الآن ظواهر جديدة ما كانت موجودة في السويد سابقا. بدأ الآن زيارات الليلية من قبل الدوائر الضمان الاجتماعي بحجة الإشراف على الأطفال، كيفية التصرف مع الأطفال، كيف حتى يشوفون منو موجود بالبيت، هل الزوج موجود أو لا، ومرات يجون بالليل متأخرين. هذه الظواهر ما كانت موجودة هنا، بس لا، بسبب كثرة مثل هيك حالات أدت إلى ظهور مثل هيك حالات من الكنترول أو السيطرة أو المراقبة من قبل الضمان الاجتماعي. الأخ أحمد مرتضى يقول دكتور من الناحية الاجتماعية من يحتال على السوسال يقال عليه شاطر، قيم المجتمع الآن ليست مثل السابق. أنا أقول لك أستاذ أحمد أنت محق، للأسف كانت هناك ظاهرة أنه من يحتال على القوانين هو سبع، لا ماكو واحد سبع، أنت لست أسدا إذا تحتال على القوانين، أنت فأر صغير عندما تحتال على القانون، لأنه بالنهاية احتيالك على القانون هو احتيالك على نفسك. في بلد يحترم واقعك ويحاول أن يحترم واقعك الاجتماعي وغيرها، الاحتيال الأخوان في كل الظروف هو تدمير وليست تصليح. الأخت بدأ أشوفها هناك إذا تنزلها، أنسام الحسن، المشكلة هي أن الدوائر الرسمية تعرف بهذا الخدع ومع هذا يقبلونها ولا يجدون حل رادع لها. بالحقيقة أنا كنت أعمل إشراف وكنت أشتغل كمدرس لكثير من دوائر الضمان الاجتماعي وحتى الدوائر الرسمية من ضمنها دوائر الضرائب. هم لم يكونوا يعرفون، لأنه إذا عرفوا بالخلل القانوني يجب أن يقدموه إلى السلطات الرسمية، إلى البوليس، ويسوون شكوى رسمية. لكنه هم يأخذون بالطيب أو بالخير قبل أن يأخذون بالسيء، يعني هم عندهم العمل على عدم الشك بالإنسان قبل أن يكون الشك هو الأساس. فلا نسعى لتغيير هذه الفكرة، لأن إذا تغيرت هذه الفكرة يبدأ الشك هو الأساس في هذا الموضوع، وأن ذلك ستتغير ظروف كثيرة قلت من ضمنهم أنه حتى الناس اللي بالفعل محتاجين أصبحوا لا يحتاجون. وهذا دليل، لأنه أنا مثلا اشتغلت في فترة معينة مع دائرة الهجرة، أصبحوا المقيمين لحالات الإقامات المتزوجين جدا اللي هم أساسا يجب أن يدرسون هل هي الحالة الزواج هذا بالفعل أو هو زواج من أجل الإقامة فقط. أصبحت اليوم كثرة هذه الحالات أدت بالنهاية إلى أن هنالك حالات لزواج واقعي حقيقي بين اثنين حبوا بعض ورادوا يكونون عائلة أصبحت ترفض، لأنه هنالك نوع من الشك بأنه الكل يريد أن يغش. هذا هو الخطر من هذه المواقف، فيجب عليك وعلي وعليك وعلى كليتنا إحنا أن نقوم بدورنا. إذا شفنا هيك حالة مو نسكت عليها، هذه مو سباعية، هذه مو سباعية، مو شطارة أريد أقولها. الأخ عادل التكريتي، كلام جميل، نرجو الاستمرار في هذا البرنامج الاجتماعي والتربوي، ما هي المواضيع التي سوف تتناولها مستقبلا؟ كثير من المواضيع حقيقة، احنا في فريق العمل لدينا الكثير من المواضيع. الموضوع القادم راح تكون حول تربية الأطفال بين مطرقة العادات والتقاليد وسندان القوانين السائدة هنا. هذه فقط للإعلان عن الحلقة القادمة، بس عندنا مواضيع كثيرة ونتأمل من عندكم أن تطرحون إن المواضيع اللي تريدوها، لأنه احنا قلنا هذا البرنامج هو منكم وإليكم. سهاد الصوفي،
ست سهاد، احتيال على القوانين في السويد من أجل الحصول على المال، وهذا ينعكس سلبيا على اللاجئين حتى لو كانوا حاصلين على الجنسية السويدية، وفقدان الثقة بنا والتشكيك بمصداقيتنا بسبب ضعف النفوس هؤلاء. هذا جاوبت عليه وأنا أيدك 100% أخ سهاد، بالتأكيد يعني أيدك 100%. خلينا نأخذ فاصل صغير ونعود لكم سريعا. أهلا بك. سؤال آخر جانا، طبعا أشكركم لأنه المداخلات كثيرة جدا اللي افتهمت الآناني. أبو طارق، بادرة رائعة من الكومبس ونتمنى أن تستمر، شكرا للدكتور والقائمين على الكومبس، شكرا لك وأشكركم على هذه المساندة. الأستاذ محمد أحمد، هل سوف تتحدثون عن موضوع أخذ الأطفال؟ نعم، هنالك حلقة كاملة، هي الحلقة القادمة راح تكون حول موضوع التربية وحول مثل ما قلت بين مطرقة العادات والتقاليد السائدة في وبين القوانين السائدة في البلد الجديد. سميرة علي تقول أيضا، إذا كانت كل الأبواب انسدت بوجه من يريد الحصول على الإقامة، ما الغلط؟ هذا صور جاوبناه احنا، هذا كان سؤال آخر يعني. هنالك سؤال آخر، سؤال كان هذا السؤال اللي أنا وصلني، أريد ما أعرف إذا أكو أسئلة أخرى من الأخ المخرج أو لا. أنا راح أحاول أختم هذه الحلقة بالقول بأنني حاولت في هذه الحلقة أن أتناول مواضيع حساسة وأعرف أنها هي مؤلمة، لكن ردت أن أتناولها، لأنه إذا لم نتجرأ نحن أن نتناول هذه المواضيع سوف لن نستطيع أن نصلح ما ما بيننا من خلل. أنا أتذكر في فترة معينة عندما أسست أنا جمعية للوقوف ضد انتشار المخدرات بين الأجانب، جاءتني امرأة وأنا كنت حاضر بين مجموعة من السويديين، امرأة أجنبية أصورها كانت من الشرق الأوسط، قالت لي هي أمام كل الحضور، قالت لي دكتور بلداوي ألا يكفي بأنهم هنالك الكثير ممن يريدون اضطهاد الأجانب هنا، تزيد عليهم وتقول بأن الأجانب لديهم مشكلة المخدرات؟ أنا أجبتها، أنت تعرفين وأنا أعرف أن هذه المشكلة موجودة، إذا أنت وأنا لم نأخذ ولم نطرح هذه المشكلة ولم نعالجها، فهذه المشكلة ستكبر، وعندما تكبر ستؤثر عليك وعلي وعلى أولادك وعلى أولادي. فأنا اللي أريد أقوله يا أخوان أن نكون صريحين مع بعضنا ونطرح هذه المواضيع، هي ليست لأجل أن إحنا نؤثر على وضعنا، بالعكس لتحسين وضعنا، لأنه إحنا متى ما كنا، متى ما رأينا المشكلة وحددناها وحاولنا أن نتعاون على إصلاحها، كلما قلت مثل هذه الإشكاليات، وآن ذلك نستطيع أن نواجه التحديات اللي تواجهنا كجالية عربية موجودة في المهجر. شكرا لكم لهذه المداخلات، شكرا لاستماعكم، وأتمنى أن ألقاكم في الأسبوع القادم في ندوة أخرى حول موضوع الأطفال أو تربية الأطفال بين مطرقة العادات والتقاليد وسندان القوانين السائدة في بلد الغربة. إلى ذلك الوقت، مع السلامة وتحياتي لكم، شكرا.